لو قيمتي كل فصول حياتك هيطلع أي فصل فيهم أسعد فصل في حياة دينا؟ دايماً وأنت طفل، لأنك ما بيبقاش عندك مسؤوليات، ما بيبقاش عندك وعي أصلاً ولا مسؤولية، فهتبقى مرحلة الطفولة هي أسعد مرحلة في حياة كل الناس. لما دينا تقيم كل فصول حياتها تقدر تقول أنا طلعت بإيه؟ أنا طلعت بكتير جداً. أولاً، أول حاجة أنا طلعت بحب الناس، ودي حاجة غالية 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 جداً. وحتى اللي بيبقى معترض عليها لما يقعد معايا مرة أو يقابلني في سوبر ماركت أو يقابلني في أي حتة، بيخرج عنده نوع من أنواع المعزة يعني، ودي حاجة ما تتقدرش بتمن، ودي أكبر جايزة تاخديها في الدنيا كلها. وانتي بتراجعي فصول حياتك، ايه اللي ممكن تلومي نفسك عليه؟ ما بلومش نفسي خالص. لا لا، اللوم مش طبعك اصلا؟ لا حتى لا لا. على الاخر لا لا لا، ما عنديش التفاصيل دي خالص في حياتي. انا ليتت جو، الحياه اسهل من كده بكتير، خليها تمشي. لسه هقعد اعاتب نفسي على اني مش عارفه ايه اللي حصل امبارح ولا ايه اللي حصل؟ ما هنصلح واحنا ماشيين، هنصلح. ايه اللي عايزه تغيريه في دينا؟ ولا حاجه، مالها دينا؟ دينا حلو حلوه وزي القمر. مش عايزه اغيري حاجه. انا عندي حاله رضا مرعبه. ايه اللي غيرتيه في دينا بالفعل وفرحانه بيه؟ غيرت حاجات كتير قوي. دينا كانت عصبيه جدا، كانت صاروخ عصبيه. انا كنت بتنرفز على اي حاجه وكل حاجه، ستيل عندي العصبيه، بس اروق بكتير، ومش سريعه مش سريعه الحدوث يعني. لازم يبقى انت دوستي عليا جامد قوي عشان اتعصب.